من أهم المستجدات والميزة التي تميز بها القانون الحالي الذي جرم جريمة التزوير في قانون خاص أن هذا القانون ضمن قواعد موضوعية بالإضافة إلى قواعد إجرائية، وهي الميزة التي استفرد فيها إذ خصص لها المشرع فصلا خاصا نص على هذه القواعد الإجرائية بالإضافة إلى القواعد الإجرائية المنصوص عليها في قانون الإجراء الجزئي. ما والأهم أنه ضمنها من المادة 12 إلى المادة 21 منها، إذ عقد الاختصاص للمحاكم الجزائرية بخصوص الجرائم المرتكبة في الخارج والتي تمس بمصلحة مؤسسات الدولة أو مواطنيها، بالإضافة إلى أنه أعطى للنيابة العامة تحريك الدعوة العمومية تلقائيا، والأكثر من هذا أنه أعطى إمكانية اللجوء إلى أساليب التحري المنصوص عليها في المادة 65 مكرر 5 وما إليها من قانون الإجراء الجزائية أدلة، بالإضافة المستجد هو التفتيش الإلكتروني ولو عن بعد بالنسبة للدعائم التي مسها التزوير، وكذا أعطى إمكانية، لأن الأصل أن الخبرة منصوص عليها في قانون الإجراء الجزائي، أعطى إمكانية عدم اللجوء إلى هذه الخبرة في حالة ما إذا تبين من خلال المصلحة التي أصدرتها أن هذه الوثيقة مزورة. الأكثر والأهم في هذا القانون أن المشرع أعطى للخزينة العمومية أن تتأسس طرفا مدنيا مباشرة في الدعوة بمصلحة الخزينة العمومية، والأهم أكثر أنه المشرع بالإضافة إلى صفة الضبط القضائي المنصوص عليها في قانون الإجراء الجزائي بخصوص معينة الجرائم، فقد سمح للموظفين المؤهلين في التي تقوم بإصدار هذه، وطبعا الذين لهم صفة الضبط القضائية مثلا رئيس مجلس الشعب البلدي بالنسبة لشهادة الإقامة، أن يعاين هذه الجريمة ويقوم بالتحقيق التحري فيها. وشكرا.